معلش اصل طلعت من جحري، طلعت من جحري يالا. مش كنت مثلا بصور حلقه في اليوتيوب اللي انت ما تعرفش عنه حاجه، ولو طلعت السما بظهرك مش هتبقى ربعي مثلا، يعني لو طلعت السما بظهرك كده حتى طلوع كده بالظهر مش هتبقى ربعي. اتعمل لي منشن في فيديوهاتك وبص شوف بيقول ايه، بيقول فين الهستيري، ما تورينا هستيري، ما تطلع اوريك ايه يا ابني، يا ابني حاططني في دماغك ليه؟ شوف شغلك وشوف اكل عيشك، شوف اكل عيشك، وجعت بطننا جت كنيله. الهستيري طلع، لان الهستيري الهستيري يا ابني مش بوشين، يلا الهستيري مش بوشين، يلا مش انا، يلا مش انا اللي طلع قال علينا النادي كان مبوله واللي هزق رموزنا وبقول يا رب يرجع، مش انا. كل القصه انك عايزني اطلع لما الاهلي يخسر اقول والله زمان يا غزل المحله، والله زمان. ازاي ايه يلا ده؟ ما تروح يا ابني حسن مستواك، روحي اصل يا ابني القبول ده بتاع ربنا، مش هتحارب. هو انت هتحاربه؟ ما بيتحاربش، هو ما بيتحاربش يا ابني، والعياذ بالله يا ابني. اقتنع اقتنع، انت على درايه كامله ان التيشيرت ده اغلى حاجه في حياتي، بس ازاي ده ينجح؟ ليه وليه ينجح؟ ليه وليه ينجح؟ رأي محمد يليف جالها بالي التالي، قعدت تهري في قلبك والغل ملا وشك يا حبيبي. هو في حاجه اسمها كده؟ انا عايز اقول كلمتين. امبارح بعد مباراه الاهلي مع غزل المحله طلعت قدمت رساله لاثنين، اثنين مش لواحد يعني، الاثنين مفروض ان هم زي وزي كل الزملكاويه، زملكاويه ناس زملكاويه طبيعي جدا، وبكلمهم بنيه صافيه. بس طبيعي ان انت لما تبقى انت لنيتك مش كويسه هتفهم اللي قدامك ده غلط، انت هتفهمه غلط لانك انت في حاجه غلط عندك. لكن انت لو سالك هتفهم كلامي في الاطار الكويس، هتفهم كلامي انا واللي انا بقوله لك ده، النقد ده في نيه كويسه، لانك انت مفروض زملكاوي. في اتنين زملكاويه سواء موحى او الهستيري، الاتنين دول مفروض زملكاويه. نادي الزمالك عاش فتره كبيره جدا كام شهر في تحفيل علينا بسبب موضوع خسارتنا من فريق غزل المحله، وانت واحد من الناس من صناع المحتوى سواء انت او موحى، انا برضو بخص اتنين بالتحديد بقولهم وبقولهم بوضوح، واللي بيقول كلمه حق ما بيتستخباش، ومش ليها لازمه بقى ان انا اقعد ايه اغير الاسم واجي اقول اللي ما يتسماش وانت ياض والكلام ما اعرفش اصله قليل مش هجيب سيرته. كل الكلام ده كلام ملوش لازمه وما بياكلش عيش، كلام ملوش لازمه وما بياكلش عيش. انت بتاخد الكلام في الاطار اللي انت عايز تاخده. انت كزملكاوي طبيعي تثبت في حاجه زي كده انك انت بتقدم محتوى وليك متابعينك، تطلع زي ما بتعمل للزمالك لما بيجي يقع، تقعد بقى تهزر وتقعد تقول عبد الله السعيد رجع لعبد الله السعيد نسخه 2017 وانا هتجنن يا جدعان، وتجيب صوره كرتون اللي هو ما اعرفش مين لابس تيشيرت ايه وتقعد تهاجمه وتزعق له، النظام اللي هو ايه اضحكوا يا جماعه اضحكوا 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 الدنيا دمها خفيف وحلوه. فانت بتعمل ده الناس بتضحك وبتنبسط، لما تيجي الاهلي يحصل له نفس الموقف طب ما تهزر، طب ما انت دمك خفيف لما الزمالك بيقع يعني انت بتحلو، ده الطبيعي. الناس اللي بتمشي على سطر واحد ما بتتغيرش. موحى طلع عمل فيديو وطلع فيه اتكلم على الماتش وقال فيه الاهلي خسر ودي زي دي والاتنين شبه بعض وبتاع، حاول يثبت ان هو راجل عنده حياديه وبيتكلم وبيقول وبتاع. على الناحيه الثانيه التاني سخن وقال لك انا مش مستخبي ومش في الجحر وكلام، مش مستاهل تقول كل الكلام ده، انت عادي ممكن تطلع تثبت العكس من غير اصلا ما ترد ومن غير ما تسيء لحد، لانك ما بتسيئش لحد انت بتسيئ نفسك. وعمال بقى بتخش في قصه مرتضى منصور ومش مرتضى منصور وكان بيشتم الرموز بتاعتك، انت مالك ومال القصه دي؟ ايه علاقتها باللي انا بقوله لك؟ انا بقول لك لو انت زملكاوي اطلع اتحمق زي ما بتحفل على الزمالك لما بيخسر، اطلع احلو برضه ورينا خفه دمك من الناحيه الثانيه، ولا انت بس خفيف الظل وقت ما الزمالك بيخسر بتبقى عسل مثلا بتلزق بس وقت ما الزمالك بيخسر؟ ايه علاقتها بقى؟ انت مدخل اصل انت بتدعم مرتضى منصور اللي كان بيشتم الرموز، انت مالك؟ ايه علاقتك؟ ايه علاقتك؟ ما لحد دلوقتي في ناس بتحب كمال درويش عادي جدا، كل واحد من حقه يختار اللي هو بيحبه في كل حقبه، انت مالك؟ عايز تدخل دي في دي عشان تكسب تعاطف الناس ودوت مع مرتضى؟ ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لما تحب تتكلم بمنطقيه اتكلم كلام واضح، بس واضح ان انت ما عندكش حاجه تقولها، ما عندكش حاجه تقولها. والكلام لما يجي الواحد على الجرح ويعصبه تعرف ان هو كلام صح، لانك كنت ممكن تطلع تبرر انا يا جماعه راجل زملكاوي والنهارده بقول يا انت اصلا شعورك كزملكاوي هيغلبك بغصب عنك وهتعمل لايف بغصب عنك هيزعل منك الاهلاويه، ده طبيعي
يعني الطبيعي ان الاهلاويه كده كده هيزعلوا منك، لانك هتتكلم وتيجي تقول الاهلي خسر وخسر من محله. طب ما انتوا حلوتوا قوي يوم خساره الزمالك من محله، ليه بقى في دي مش موجودين؟ فدي النقطه الثانيه انا عايز اقولها. فكل واحد اضرب نفسه، انت خدت بقى كل واحد بياخد الفيديو بقى او مثلا الكلام انا بقوله على اساس حاقد، واحقد عليك ليه؟ احقد عليك ليه؟ انا اصلا عمري في حياتي جبت سيرتك، وايه انت بتاكل اكلي مثلا ولا بتلبس لبسي؟ ولا مثلا انا من غيرك مش هعرف اعيش؟ انا مالي بيك يا ابني؟ احقد عليك ليه؟ انا مش شايفك، انا مش شايفك اقسم بالله، ولا شايفك ولا اصلا يخصني كل اللي موجود على اليوتيوب، انا ماليش علاقه بيهم. احقد عليك انت؟ طب مثلا قول مثلا على حد مثلا يكون في الكاتيجوري بتاعي، حد اعلامي مثلا ابتدي اغير منه، مثلا اجي اقول ده الراجل دوت اعلامي شاطر فانا عايز ابقى زيه. لكن احقد عليك انت؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه طفره؟ بتعمل ايه جميل؟ انا مثلا اقعد انكت هفرح بايه؟ عندك متابعين؟ عندي متابعين، يعني متابعينك اكتر شويه. فين الزملكاوي اللي عندك يا زملكاوي؟ يعني ده مصيبه ان يكون بيتك نفسه وانتمائك نفسه اللي انت عامل له صوره وراك بالكرتون مالكش اصلا ناس بتحبك من النادي بتاعك، تعرف ان انت غلط يا ابني. ما عندكش زملكاوي بتحبك اصلا، كلهم اللي مأيدك واللي واقف معاك الاهلاويه. فعادي عادي، يعني انت عامل حاجه ايه؟ انت عامل حاجه بتسيء للنادي اللي انت بتشجعه. فلام عليك اللي حابين ان هم يشوفوا الزمالك كده، يعني اللي حابين يشوفوا الزمالك واقع هم اللي جايين يتفرجوا عليك. فين الزملكاويه اللي عندك؟ هات لي زملكاويه. واي حد يجي يختلف معاك يبقى حاقد وحسن، احسدك على ايه؟ لو واخد رزق حد قول، لو مثلا معطلنا مش عارفين يعني نطلع، يعني الفيس دلوقتي مش سامح لي اطلع مثلا، انت موقف لي الفيس مش عارف اطلع من غيرك يا ابني. يا ابني يعني نرتقي، لما تحب تختلف مع حد او ترد على حد رد كلام، لكن اصل ده حاقد، اصل انت لو طلعت بظهرك يا ابني. ظهر مين يا ابني؟ يا ابني ظهر مين؟ ما انت برضه لو طلعت بظهرك وبقفاك وبرجلك عمرك في حياتك ما تخش قناه فضائيه اصلا، ولا حد يستضيفك، لانك لا تصلح ان انت تقعد في الحته دي. يعني كل واحد بيبقى ليه حتته، انت اصلا ما ينفعش تقعد لانك مش حيادي اصلا، انت بتعمله مش حياديه ولونك مش واضح. تخيل ان واحد زملكاوي بيهاجم النادي بتاعه، يبقى انت زملكاوي ازاي؟ عمر ما في قناه تستضيفك اصلا اصلا، يعني انت بتعمله ده مش هيسيء، ما بيسيءش غير النادي بتاعك. فكل واحد ليه حتته، فما تفرحش وتقعد بقى ايه شغل انتوا عارفينه ده. انا مش علاقه بيك ولا بيك ولا غيرك، اعمل اللي انت عايز تعمله. عندك الناس اللي بتتفرج عليك مصدقه اللي انت بتعمله، عيش. لكن حاجه هتجمعني بالدايره اللي بتحصل ديت هي نادي الزمالك اللي بتجمعني بيكو، اللي هو الايه؟ اللي هو تغيير المبادئ، تغيير المواضيع، الهجوم على الفاضي والمليان على الزمالك. ما انا الزمالك ده يا حبيبي انا بعشقه، مش هديك مساحه ان انت تشتم الزمالك، مش هديك مساحه ان انت تهاجم الزمالك وتقعد تتفرج عليك وجو اللي هو ها ها ها, ها ده ما بياكلنيش، ما بخافش منه خالص. اسلام عيلو ده قام طرقع اساسا، يعني عندي استعداد عادي. فما تجيليش انا على طرف، ما تحاولش بقى ايه تحلو وبتاع الكلام ده، خليك في اللي انت بتقدمه واعمل اللي انت عايزه. بس الدايره بتاعتك جمعتك في حاجه تخص الزمالك ولقيتكم بتحلو، هطلع اقول نفس الكلام وانت اثبت العكس بشغلك، اقنع الناس. طب تقنعني انا ليه؟ بتبرر لي انا ليه؟ ما تبررليش. ولو انت جينيوس قوي في نفسك كده ما تتحرقش، يعني خليك برنس كده ما تتحرقش، ما تاخدش الكلام على جوه. لا يا باشا اطلع، انا عارف ان انا صح خلاص. لو انت صح تطلع اصلا هادي، لكن انت اتنكدت لان الكلام وجعك لانه حقيقه، الكلام وجعك لانه حقيقه. لو ما كانش حقيقه ما كنتش اتضايقت. فانا مش عايز اعيد وازيد في القصه دي كتير، كل واحد والجمهور عارف مين اللي بيحب النادي بتاعه ومين اللي بيتغنى عليه. وبعدين حوار رخيص قوي والله ومش حلو قوي. ربنا يرزق الجميع. لو هو مثلا كان اكل عيشك هو الهجوم على الزمالك، يا عم غيره، يا عم غيره والله. ربنا بيرزق الدوده في الحجر، ربنا بيرزق الدودايه جوه الحجر من غير ما تسيء للنادي بتاعك. اعمل حاجه تانية، يعني قدم محتوى كوميدي، اعمل اي حاجه، بس الرزق ده بتاع ربنا. ما تخافش ما تخافش، وما تفتكرش ان انا لما احلو على الزمالك هو ده الحاجه الوحيده اللي هجيب لي فلوس. مش كده، مش كده والله. عادي الدنيا كلها منتشره، احمد عفيفي ما هو زملكاوي واشتغل في قناه الزمالك وزملكاوي حمى، عادي ما بتقفش. يعني انا واحد من الناس، ما انا زملكاوي برضه، انا كمان زملكاوي حمى واشتغلت في قنوات كتير وبطلع لحد دلوقتي. فانت ايه طموحك؟ طموحك هتفضل طول الوقت انت او موحة هو هجوم طول الوقت؟ مش ممكن، مش ممكن. ومش هنقعد نتفرج، ما ينفعش نقعد نتفرج. فخلينا نرتقي، ولما تحب تبرر ما تقعدش بقى ايه تدخلها بقى سلطه، سلطه بلدي، اصل مرتضى، اصل انت بتكر، اصل انت مالكش علاقه بالكلام ده، كل الكلام ده ما يخصكش اصلا، ومش محل كلامك، مش محل كلامك.
بشكركم مره تانية على النهارده. الحمد لله الصفحه اتفعلت، وده الحمد لله فضل كبير من عند ربنا. يعني الفيسبوك بيعترف بوجود ناس، وفي ناس بيشوفها هموش هموش، ولا لو قعدوا والله 80 سنه عشان يفعلوا صفحه مش هتتقبل، لانه اصلا الفيس نفسه مش معترف باللي بيعملوه ولا اللي بيقدموه. فالحمد لله بشكر ربنا على التفعيل، وده بنتيجه مجهودكم ودعمكم ليا، وربنا يوفق الزمالك ويوفق كل الفرق. احنا ما بنكرهش حد، ما بنكرهش اي حاجه، بس بنحب الكلمه تطلع بمرض الله، تكون انت مقتنع بيها. طب ما انا بس قبل ما اختم اللايف عايز اقول، يوم الاهلي كان بيلعب مع الدحيل، طب ما انا طلعت هاجمت وزعلت من الزمالك، واخدت ترند غير مقصود. يعني ايه ترند غير مقصود؟ خدت ترند بتاع الاهلي والدحيل، والاهلاويه بقى بصوا كانوا شايلين على كتافهم. لو واحد غيري كان استغل النقطه دي قلت لا رايحين فين، انا زملكاوي، بس كنت طالع اتكلم من قلبي، وكان بقى زعلان بجد ان الزمالك خسر من محله. يعني طلعت اتكلمت كلمتين من قلبي قبل ما انت تقولهم، وخدنا ترند. بس مش عايز الترند ده اللي هو يخليني اجي على النادي بتاعي، وطلعت اعتذرت وقلت ستوب. يعني الموضوع بتاع ان انت تهاجم فيجي لك شعبيه، ده اسهل حاجه، اسهل حاجه في الدنيا ان انت تلبس تيشيرت وتهاجم الفرقه الثانيه، او تهاجم فرقتك اللي انت لابس التيشيرت بتاعها، ده هايف. لكن انت تكون عندك قيم ومصدق وبتقول كلمه الحق وبتدافع عن تيشيرتك في الخير وفي النجاح وفي الفشل في كل الاوقات، واقف في ظهره يا ابني، هو ده الصح، دي هي الرجوله، ان انا احمي التيشيرت بتاعي. زي ما انت بتطالب لعيبتك لو انت زملكاوي يعني تستموت في الملعب، انت كمان استموت على الدفاع عن النادي اللي بتحبه. ما تطلعش تاكل منه، ما تاكلش في لحمه، ما تاكلش في لحم النادي بتاعك، اوعى تفتكر ان الفرقه الثانيه هتقدرك، بالعكس والله بيتفرجوا عليك عشان يضحكوا ويبعتوها لبعض، يقول لك انا زملكاوي، شوف بيقول على الزمالك مش حلوه مش حلوه. وانا بس يعني الغرض الاساسي والله من اللايف ان انا طالع بشكركم على دعمكم، ومبسوط النهارده الحمد لله ان صفحتنا اتدعمت، وده نتاج يعني اللي احنا بنقدمه، والحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير، ونلتقي ان شاء الله في مكان احسن. انا هقفل الصفحه دي بحلوها ومرها وموضوعها خلص، لكن لو انا صدلي كلام تاني وبدا الشغل اللي هو بتاع لقح واقول، هطلع اقول وانا بقول لك انا بحب اللعب ودماغي مطرقعه، يعني بقعد اتكلم وما بسطرش في الحق، ما بسطرش، فما تنكشنيش، ومش عايز اي حد ينكشني، انا كده كده معدي للكل، انا معدي للكل، اي حد انا ما بشوفوش. يعني انت اعمل اللي انت عايز تعمله، واللي عايز يتفرج عليك هيتفرج، ومش عايز بس ما تجيليش انا على طرف، لان انا على حق بفضل ربنا، انا عارف كلها ماشيه ازاي، وعارف شغل الحوايه دوت وبتاع، واجي على هنا شويه فاهم والله، فبلاش استفزاز فيا انا بالاخص، يعني بلاش اسلام علوي. يومكم جميل، السلام عليكم.